الله يا أنور على هديك الأيام. حدا بينسى رفقة القديمة؟ أي أنور. وقف لركز لك هي ما تبلغ الشياكة من يوم ما تبلغ. مرحبا. ياك شمال. مساء الخير. مرحبا. آه منى. مرحبا. 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 عن إذنكم هلأ برجع. مساء الخير. مساء النور يا هلا. أهلين مساء النور. لا شكرا أنا ما بشرب. ما بيصير منى لازم تشربي شي كاسة. مع الأنتي بيوتيك ما بصير أشرب. شو هالحلاوة يا شهرزاد خانم؟ طلع كتير حلوة. تفضل. صحتكم. شو أمي كيف شفتي الحفلة؟ كل شي من أحسنه. اللي عاملين كمان فيلم وثائقي. طبعا في جهزته ملاك بس تشوفيه رح يعجبك كتير. برافو عليها. هي أول مرة بتنظم هيك احتفال ما هي؟ بس عن جد هي كتير مزوقة. شكرا لك. هي بنت شاطرة كتير. ما أجت فريدة خانم؟ رح تتأخر شوي بتكون عم تتدلل. ليش؟ شو في لتدلها؟ ليك ضروري انه نقعد ونحكي اليوم. ما فيك تقول لا ولا تمشي. الله يعطيك العافيه يا ملك. شكرا. أيوة والله كثير ظريف. خلص قلت لك رح نحكي. ليك توعد؟ ليكي حكي وبس. وانا ما بدي اكثر. السنه الجايه رح يصير عمر شركتي 21 سنة، شو رأيك أنت كمان تنظمين الحفلة وقتها يا أنسة ملك؟ ظافر بيك ملك، قلنا وما منعطيها لحدا. هي وردتنا نحنا وما منقدر نستغنى عنها. ما بتصدقوا قديش لقيت صور هون بالأرشيف، كتير قدرت استفيد منهم. مثلاً في صورة أخدينا بورشة على الأوتوستراد التاسع، محسن بيك وأيوب بيك مع العمال عم يأكلوا بطيخ وجبنة فوق البراميل. وكيف قدرتي تعرفي كل هالشي يا ملا؟ فترة قصيرة كمان. الشغلة مو صعبة كتير. وفي صورة لسليمان بيك بافتتاح السد وجنبه واقفين محسن وأيوب بيك. يلا برافو عليكي. عن جد في صور كتير مميزة لقيتها. مرحبا. أهلين. أهلين. مرحبا شهرزاد. أنا حاب أعرفك على أنسة ياسمين. ياسمين قرقوش هي بتكون مديرة الجمعية العقارية. شرفت بمعرفتك. شهرزاد مهندسة معمارية. طبعا أنا سمعت عن المهندسة اللي أخذت الجائزة الأولى بالعمارة. وأنا كمان شرفت بمعرفتك. شهرزاد مو بس مهندسة وأخذ جائزة يا ست ياسمين. بنفس الوقت بتكون خطيبتي. خطيبتك؟ أوف فاجأتني. وأنا يلي كنت عم بقول إنه هذا حبيبي القديم ولازم أرجع له.